حبيب واخ جميل وايضا تلميذ. البداية الدعوية كانت في الندوة التي كنا نعقدها في كل اسبوع، وجزاه الله خير، يعني رزق نجما، واسال الله عز وجل لنا وله الثبات وحسن الختام حتى الممات. من المواقف انه كان الشيخ نفسه عائد في الحج ومع الشيخ عبد الله الافغاني، واحد المشايخ عضو في هيئه ابها اسمه احمد العوز رحمه الله عليه، بتوف من منطقه عندنا اسمها منطقه رجال المع، وهذه المنطقه مشهوره بالعسل وبالعسل السدر الاصلي اللي ياخذونه من روس